طيب استاذ بلال، هل ممكن نلتمس يعني للعيبه العذر ان هم بيفكروا في ماتش الوداد ده يعني كان عمل مشكله في التركيز مع بتاعهم في ماتش النهارده مع سيراميكا؟ خلينا على يقين تام ان مثلا بيبقى بنسبه يعني 60-70% تركيز اللعيبه في قبل مباراه مصريه زي نهائي افريقيا، وبيبقى منصب حوالين نهائي افريقيا. اللعيبه النهارده نقدر نقول اللي هي بتفكر اكتر ازاي هنعمل ايه قدام الوداد، احنا لينا صقر كروي عند الوداد، عايزين نرد الصقر ده اللي هم الوداد كسب الاهلي مرتين في نهائي افريقيا. النهارده كانت من وجهه نظري هي مباراه تجاريه، يعني الاهلي قدر اللي هو يكسب المباراه، يحقق الهدف المطلوب، حصد 3 نقاط. يمكن كولر كان متضايق بشكل كبير جدا، دايما المدير الفني لما بيطلع يهاجم لعيبته في المؤتمر الصحفي بيبقى هو قايل تعليمات ما تنفذتش داخل الملعب. دي واحد اتنين كره قدم، يعني طول الوقت انا بديك تعليمات ما نزلتش الملعب نفذت اللي انا عايزه، فبالتالي ده بيبقى رد فعل. بس انا عايز اقول حاجه هنا، مارسيل كولر اخر مره كان هاجم فيها اللعيبه بتاعته كان لو تفتكروا لما هاجم المهاجمين، انا ما عنديش مهاجمين بالظبط، ومن ساعتها هو غير الاتيتيود بتاعه في الحديث لوسائل الاعلام وفي مؤتمرات الصحفيه عن اللعيبه بتاعته. برضه الاداره اتكلمت معاه يعني ده برضه اصل ما ينفعش انت بتدرب النادي الاهلي يعني اكبر شعبيه في الوطن العربي تقريبا، فانت بالتالي ما ينفعش تخاطب الاعلام والجمهور وتقول كل اللي بيبقى في غرف الملابس تقوله على الهوا، ده ما ينفعش طبعا. فطبعا هو غير من تفكيره، غير من طريقه تصريحاته خالص، لكن هو برضو لسه ما زال حتى الان وكل جماهير النادي الاهلي والاعلاميين في مصر الرياضيين مقتنعين ان النادي الاهلي محتاج مهاجم في الصندوق. النهارده لو جبنا اي حد قاعد مشجع عادي بعيد عن النقاد بدا هيقول ان النادي الاهلي محتاج راس حربة قوي، يقولك باسم النادي الاهلي ده راس حربة صريح مهاجم ده صندوق. لا يقلل اطلاقا من قيمه كهربا شريف او طبعا. من قيمه كهربا، لكن ده بيزيد قوه. دايما النادي الاهلي بيتطلع اللي هو حاصد دايما للبطولات، فدايما طول ما انت تفكيرك اللي انت تبقى البطل دايما، فانت لازم يبقى انت السكواد بتاعك تبقى اقوى سكواد في افريقيا. ايه مواصفات راس الحربة؟ هجام سريع، هيدر كويس طبعا، شوتينج كويس، يقدر يستلم تحت ضغط كويس، يقدر اللي هو يخلق فرص كتير. يمكن مثلا كنا بنشوف عباد متعب في اوقات كتير جدا، كان كابتن حسن شحاته مصر على وجود متعب في الملعب رغم ان كان متعب ما كانش يبقى موفق في التسجيل، لكن هو كان بيأدي الدور اللي كان مطلوب منه اللي هو بياخد مدافعين معاه، بيسحب مدافعين معاه، فبيسيب مساحات فاضيه بتقدر تخش مثلا منها. بس هل ده الدور الرئيسي للمهاجم؟ يعني احنا بنلتمس دائما الاعذار للمهاجم ان هو بيأدي ادوار اخرى غير الادوار الرئيسيه بتاعته، ان هو هيكون هداف. تهديف هداف اللي انت مثلا من 3 فرص تجيب 2 سوبر ستار، طبعا الفرصتين تجيب فرصتين، لكن ده احنا بنتكلم في كواليتي معين الاهلي بيبحث عنه ومش لاقيه. يعني يمكن انا من وجهه نظري كان افضل مهاجم. انا لسه والله يعني ليه مش لاقيه؟ يعني مشكله عندنا، مشكله في الكشافين، عندنا مشكله في ان احنا ليه مش فكره مشكله ولا مشكله ماديه ولا ايه؟ لا الموضوع مش موضوع مادي بقدر ما هو الموضوع موضوع اللي هو ممكن تكون انت بتجيب مهاجم موفق في النادي بتاعه، لكن بيجي في ضغوطات النادي الاهلي وحجم قيمه النادي الاهلي تحس ان الامور ما شخصيته بتبقى صعبه عليه، ما يقدرش يواكب الضغط الجماهيري، ما يقدرش يواكب قيمة النادي الأهلي. اللي انت تلعب للنادي الأهلي أو نادي الزمالك دول أكبر ناديين من وجهة نظري في الشرق الأوسط. أنا أعتقد يعني لو الأهلي اتجه أنه يجيب مثلا مهاجم، فهو مش هجيب مهاجم دون المستوى، يعني أكيد هيكون هجيب مهاجم محترف، المهاجم ده يقدر ان هو يتعامل مع ضغوطات الجماهير، يقدر أكتر, أكتر مهاجم ظلم نفسه اللي هو مشي من النادي الأهلي سليمان كوليبالي لما هرب، ده كان على الطريق الصحيح، يعني راس حربة زي ما الكتاب بيقول، قوي سريع هداف هيدر كويس. هو بيلعب فين دلوقتي سليمان؟ يعني اخر حاجه كانت كان النجم الساحلي النجم الساحلي التونسي لما جه دخل في صفقه كريستو عشان يخلص وبعدين برضه مشي ومشي هو مش متزن الاهلي جاله مهاجم ممكن يكون بالنسبه للجماهير مش افضل حاجه، وليد ازارو. انا بالنسبه لي وليد ازارو كان واحد من اميز المهاجمين اللي جم النادي الاهلي، كان عنده مشكله واحده بس اللي هي في حته الفينشنج بتاعه ما كانش افضل حاجه، لكن بس كان الفينشنج ده تقريبا كان 22 جول تقريبا، ده في تاني موسم كان هداف الدوري، وكان كان مميز جدا، سريع جدا، بيخلق نفسه فرص كتير جدا، لكن هو حته الفينشنج
بتاعه ما كانش مميز فيها، كان محتاج اللي هو ياخد الفرصه يشتغل مع مدير فني زي كولر. انا اعتقد ان ازارو لو كان موجود مع كولر في الوقت الحالي واشتغل على حته اعتقد هو سنه كبر يعني، هو دلوقتي بيلعب في عجمان في الدوري الاماراتي، عجمان بس هو بعيد يعني، حتى النادي الاهلي يعني قال يعني خارج سالنا في النادي الاهلي ان هو لا خارج الحسابات، لان كان في كلام اتردد ان هو على الرادار النادي الاهلي وانه يرجع تاني والكلام ده، لكن ده مش طب